السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هعمل معاكم فرخه مشويه. معايا الفرخه بالشكل ده اهي، تمام. معايا هنا التوابل، معايا هنا ليمونه، معايا ملح، معايا قرفه وورق لورا وحبهان، معايا فلفل وبهارات فراخ وكاري وشطه، تمام. معايا هنا صوص، ومعايا دبس رمان، ومعايا خل كمان. هنجيب بسم الله البولة اللي احنا هنشتغل فيها. بسم الله نحط فيها التوابل بالشكل ده كده، عصر الليمون، بالشكل ده كده. بسم الله نزل بقى معلقتين خل، وهننزل بالصويا صوص، بسم الله برضو معلقة كبيرة، بالشكل ده كده. ونزلت بالدبس الرمان الاول، وبعدين معلقه صويا صوص كده برضو اهي. هنقلبه، هنزل بقى عليهم بالفرخه بعد. بسم الله هتبلها بقى جوه وبره كده بالشكل ده كده كلها، وارجع لكم تاني. تبلتها يا جماعه بالشكل ده اهي جوه وبره طبعا. هسيبها بقى منقوعه كده حوالي ساعه، وبعد كده هرجع لكم نشوف هنعمل فيها ايه باذن الله. كده يا جماعه عدى وقت معايا بالشكل ده كده. هجيب بقى السيخ معايا اهو، هندخله بقى في الفرخه. بسم الله ثواني بس بصور، بخلص بتاع الفرخ. ابو زكريا معايا يا جماعه. كده يا جماعه بالشكل ده بقى هحطها في الفرن، ولما تخلص ان شاء الله باذن الله نوريها لكم بعد ما تطلع من على مش من الفرن. ان شاء الله يا جماعه حمر بطاطس، عمال الفرخه تخلص. بسم الله هحط الفرخة في الفرن، هحمر بقى البطاطس، هي قربت يعني تستوي، فهخلصها وهحمر البطاطس عشان هي تطلع من الفرن. هنكملها بقى تحمير، ولما تطلع ان شاء الله نرجع لك. كده يا جماعه بعد ما خلصتها طلعت من الفرن بالشكل ده اهي، عايزه اقول لكم مستويه وجميله، بس طبعا مش راضيه ابوظ شكلها اهي بالشكل ده كده. يا رب تعجبكم، تعجبكم فيديوهاتنا، ويكون خفيف عليكم. نشوفكم دايما على خير يا رب.